تسريب صوتي رايح، تسريب صوتي جاي. بعضها ممكن يكون حقيقي ويريد ناشر التسريب من وراه يكشف فساد أو يصحح وضعنا بمؤشر النزاهة العالمي، أو يمكن راد يبتز وما رحمت وصار النشر لزاما للانتقام. وبعضها لآخر ممكن يكون مفبرك مع سهولة التركيب والمونتاج عبر برامج الذكاء الاصطناعي. وهذا النوع يكون مستويين، الأول سهل يتم اكتشافه، ومستوى احترافي صعب تتميز ما إذا كانت حقيقية أو مفبركة. وطالما عندنا تنافس على السلطة للفوز بالنفوذ والمال، والتسقيط سلاحه هواي تم استخدامه بالساحة السياسية العراقية. تعال حيد الذكاء الاصطناعي عن حروب التسقيط، وتعال استثمر تقنيات التكنولوجيا لخدمة العدالة في كشف السراق والمساومين والمبتزين. هنا الكرة صارت ملعب مؤسسة القضاء، وهو الجهة الوحيدة القادرة على البت بصحة هذه التسريبات. لكن هل لدينا في العراق مختبرات لفحص بصمة الصوت؟ هل لدى مؤسساتنا هذه الإمكانية التكنولوجية؟ وهل هنالك تقنيين قضاة لو تقنيين يساعدون القضاء؟ هل هذا يشمل مقاطع الفيديو؟ وهل مقاطع الفيديو معتمدة بالحكم كأدلة قائمة بذاتها لو أسانيد للأدلة الأساسية مثل الاعتراف والشهود؟ وهل هذه العوامل هي تلعب دور باختلاف التعاطي مع التسريبات؟ وهل يختلف التعامل مع الذين تنسب إليهم هذه التسريبات، أم أن التسريب هو تسريب كائناً من يكون من ينسب إليه ويجب أن يتم التحقيق فيه؟ مرحبا بكم.